منذ صباح الاثنين الماضي 24 شريكا بما فيهما المؤسسة الأمنية كاملة والارتباط العسكري والمدني والوزارات ذات الاختصاص ومؤسسات من القطاع الخاص عقدوا اجتماعهم مع الدفاع المدني للتخطيط للتعامل مع المنخفض الجوي هدى وتقسيم المهام في مختلف المحافظات. حتى صباح اليوم الساعة 8 صباحا على أكثر من 2350 حالة استجابة، 50% للأسف كان منهم إنقاذ أشخاص عالقين على الطرق أو سيارات أو مركبات موجودة في الشوارع، وهذا رغم التنبيهات اللي كنا نحكيها للمواطنين. معظم المواطنين التزموا بالتعليمات، لكن في فئة قليلة إما لحاجة أو للتنزه واللعب بالثلج، أو وإحنا كنا نحكي دائما بإمكانهم أن يلعبوا بجانب البيوت، ما في داعي يخرج بسيارته الغير مجهزة. 370 ألف مواطن ومواطنة دربوا العام الماضي على علوم الدفاع المدني، ما رفع نسبة الوعي في الشارع الفلسطيني. حالات نقل مرضى وتوزيع مؤن وأنابيب غاز وسحب عالقين من الطرق وغيرها من الاستغاثات التي وصلت غرف الطوارئ العاملة، عدا عن حوادث الطرق الناتجة عن الانزلاقات. 13 حادث سير في بداية المنخفض، 8 حوادث، والليلة 5 حوادث نتيجة الانجماد. بحمد الله الحوادث كلها أضرار مادية، إصابات بسيطة، لم يحدث أي خسائر، وهذا يعود لفضل الله وحمد الله. هل كانت بسبب خروج المواطنين في وقت الانجماد أو كيف؟ بالتأكيد في بعض المواطنين خرجوا في وقت الانجماد ووقت تساقط الثلوج. خسائر قليلة مقارنة بإليكسا المنخفض ذو الحدة الأعنف الذي زارنا قبل عام. خطط على مستوى المحافظات كل حسب طبيعتها كانت جاهزة نوعا ما للتصدي لهدى مما قلل الخسائر. يبدو أن الأيام العصيبة لهدى قد انقضت. الأجهزة التي تعاملت مع المنخفض أشادت بحسن التنسيق والتعاون فيما بينها وبين المواطنين. فهل انقضى المنخفض بخسائر قليلة لأن هدى كانت ضيفا خفيف الظل، أم لأنه أصبح لدينا خبرة في المنخفضات؟ لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.